وفق استراتيجية متكاملة وخطة عمل تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات ضباطنا وأفرادنا العاملين في منظومة البحث الجنائي أثناء قيامهم بأعمال البحث والتحري والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. إن تفعيل منظومة البحث الجنائي من شأنها أن تطور تعاملنا مع مسرح الجريمة الذي يعتبر نقطة الانطلاق للتحقيقات في أي جريمة، بما يضمنه من أدلة جنائية والحفاظ عليها بأسس علمية وعملية يحكمها القانون. هذا مؤتمر بحث معمق في إطار الخروج بمجموعة من التوصيات اللي ممكن تعمل حوكمة جدية حقيقية، أولا لقطاع الشرطة، وثانيا حوكمة لموضوع البحث الجنائي، لموضوع بلامس حياة كل مواطن، واللي بيبحث عن إجراءات سريعة لضمان حق المواطن ولضمان عقاب المذنب اللي ممكن يسيء للقانون والنظام. هذا المؤتمر تكون فعلا مخرجاته تتوظف باتجاهين، اتجاه أول شيء مخرجاته نستخدمها احنا كمؤسسة كمان، يعني تدريب، في تدريب عناصرنا وهذا بزيد يعني المعرفة عندنا وعند طواقمنا، كمان في اتجاه انه بناء استراتيجية او سياسات، بناء السياسات اللي علاقة في ملاحقة في ضبط في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين و وصولا إلى التقليل من معدل الجريمة في فلسطين. وبناء على الأوراق البحثية المحكمة التي قدمت واضح تماما من حيث العناوين التي عالجتها ومحتوى أيضا العناوين ومن قدم هذه الأوراق البحثية، وهم يعني جزء منهم ضباط أكفاء وحملة شهادات علمية عالية، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق العلمية التي قدمت من قبل مهتمين بهذا الشأن من خارج إطار الشرطة.